أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل خلال لقاء أجرته معه قناة العربية الحدث أن حرائق حقول الحنطة لهذا العام مختلفة عن سابقاتها لأنها بفعل فاعل، محملاً داعش الإرهابي مسؤولية مباشرة في افتعال هذه الحرائق بعد سلسلة ابتزازات للفلاحين. أود أن أبين بعض الملابسات التي حدثت ضمن هذا الموضوع، أنه هذه الحرائق هذا العام هي طبعا أكيد تختلف عن الحرائق اللي تصادف مرحلة الحصاد في السنوات السابقة، هي أكثر بكثير وهي بفعل فاعل أغلبها أكيد. وإحنا عندنا معلومات أنه الجهات الإرهابية قبل موسم الحصاد قد أبلغت قسم من الفلاحين بأنه إذا ما أعطوهم نسبة من المحاصيل هم سيقومون بحرق هذه المحاصيل، ولكن لم تحدد الأماكن. لذلك وجدنا في مكانات معينة أجهزة الهواتف التي تعمل على إحراق المحاصيل عن طريق الاتصال، وطبعا هذه العملية هي مفتعلة أكيد في أغلب الحرائق اللي حدثت في محافظة صلاح الدين. الإرهابيين طبيعة تهديدهم هم موجودين في المناطق المناطق التماس مع المحافظات الأخرى، وهم يقومون بعملية التهديد عن طريق هواتف مجهولة. وتم متابعة هذا الموضوع، لكن احنا في محافظة صلاح الدين المحافظة الوحيدة التي لا تمتلك قوات عسكرية كافية لحفظ الأمن وحفظ أموال الناس بشكل كافي بسبب العدد الكبير لعدد المفصولين. ومناطق التنظيم حركة تنظيم داعش هي بمناطق التماس مع المحافظة، وهذه هم قد يذهبون إلى محافظة أخرى ويأتون إلى محافظة صلاح الدين ينفذوا عمليات ويذهبوا. هذه القضية هي قضية يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في أغلب المكانات.